اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من الطريق الى القمه. برشا ناس قالوا لي وين البرنامج هذايا بعد اللقاء الجميل اللي كان مع الاستاذ محمد منصف الباروني الرئيس العالمي السابق للغرفه الفتيه العالميه جونيور تشامبر انترناشونال جي سي اي. رجعنا في حلقه جديده معكم فارس بن سويلح اعلامي تونسي ويوتيوبر وعضو في الغرفه الفتيه العالميه مكون دولي. اليوم انا فرحان برشا لانه يستضيفني في المنزل نتاعو انا والفريق التقني شخص نحترمه ياسر، يحترموه التوانسة، يحترموه أعضاء الغرفة الفتية العالمية التونسية، شخص ترأس المنظمة سنة 1975، ولكن المنظمة هذه تأسست عام 61 في تونس وهو عام 62 موجود فيها. شخص ترأس عام 75 على المستوى الوطني وكان نائب رئيس عالمي عام 1976، عنده مسيرة حافلة على كل المستويات. اليوم نحن في ضيافة الأستاذ الشيخ الحبيب الدغري، بارك الله فيه على الاستضافة وشكرا شيخ. مرحبا، يعطيك الصحة. صحة بخير؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بكم، بارك الله عليك. ديما شباب وباش نكتشفوا حاجة حلوة ياسر توا في فقرة أولى، فقرة النشأة والتربية ليت الشباب. رجعنا لكم في فقرتنا الأولى من لقاء الطريق إلى القمة، معكم فارس بن سويلح. والبكري قلت لكم ليت الشباب، هو تبارك الله عليه مازال شباب. 1 ماي عام 1936 تولد الشيخ الحبيب الدغري في جزيرة جربة. هكا ولا شيخ؟ جزيرة جربة ميدون بحباح. سي الحبيب الدغري تولد في عائلة جربية، أي. وإحنا قلنا أنه القائد، وأنت قائد تبارك الله مسيرة حافلة، القائد الشخصية متاعه تتكون من المحيط والعائلة اللي تربى فيها، أي. القيم والأخلاق وغيرها، أي. حكي لنا على العائلة متاعك هذه. أنا جدي سعيد دغري، أولاده أربعة، علي الكبير، محمد الثاني، حمدان الثالث، ومحمود الرابع. أنا ولد محمد دغري. جدي عنده زادة ثلاثة بنات، انتي تمنى وتمنى ومنى، هذوما هذه العائله نتاع سعيد دغري. هذوما توا من الاحفاد، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يفوت ال 100 صغير، فهمتي ولا؟ ما شاء الله. شكون الاشخاص اللي اثروا في شخصيتك، في تكوينك، في القيم، في الاخلاق، في المبادئ نتاعك؟ والله الوالده هي اللي ربتني اكثر من الوالد في صفر اغلب الاوقات، كيما جربه كيما جربه الكل. كانت التجاره في الجزائر خلاها لهم الوالد جدي الله يرحمه، وكانوا يتداولوا كل اثنين من الاخوات يتداولوا عام ونص، من بعد عام ونص الاخوات الاخرين ياخذوا عليهم معنا النيابه، وكانت امور معناها سهله في العيشه، امور معناها طبيعيه في ما بين جربه وتونس. لكن ما جربه وتونس، تونس في الاستقرار كان الاربعينات 42 43 في البدايه، من 36 ل 42 عشت جربه بسيطه في المنزل. المدرسه الابتدائيه في جربه؟ لا، المدرسه الابتدائيه بدأت في تونس، خاطر بدأت في تونس 6 سنين. لكن دخلت تقيدت في الصدقية، قيدني الولد في الصدقية وما كتبش، على خاطر بدأت الحرب عام 42، فهمتني؟ الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية، وانقطعنا على المدرسة ورجعنا لها، كان في الجزائر عام 48، فهمتني؟ ما تبقى كان ديما معلم عربي معلم سوري في الدار، فهمتني؟ ولا يتبع فينا، فهمتني؟ باش نجموا ان وقت ندخل المكتب ما كناش ضيعنا الشيء من الدراسه اللي كانت لازمه باش تكون، فهمتني؟ وهذه ربحناها معنا الظرف هذاك، المعلم بالعربي ومعلم بسوري في الدار هو اللي عاوننا برشا، فهمتني؟ ولا على بعد وقت فات الحرب، فهمتني؟ ولا دخلنا المكتب كيما الشباب الكل ووصلنا، فهمتني؟ الدراسه 42 الحرب خلاتنا، فهمتني؟ من حتى العام 44 45، عام 45 الوالد جاء طريقه للجزائر، خاطر مرحوم تداول على التجاره، تداول على التجاره، خاطر جدي خلانا خلى ما شاء الله الله يرحمه تجاره في الجزائر، فهمتني؟ وقعدوا اولاده معناه يتداولوا عليها، كل من الاخوات الاثنين يمشيوا يتداولوا، فهمتني؟ ولا كل عام ونص الجوز من الاخوات ياخذوا النيابه على الاخوات اخواتهم الاخرين. 42 عشت الحرب وانت صغير؟
عشت الحرب، شفت القنابل، شفت معناه واحد كله. كنا نتنقلوا من بقعة لبقعة، من منزل بوزلفة لابن خلاد للحمام نلف، نشوفوا أن هي البقايا اللي هادية، أن هي البقايا اللي فيها معناها شوية معناها أمن. باش كنا آخر مرحلة كانت وراء القصر في حمام نلف نتاع البي المنصف بي الله يرحمه، فهمتني، في كوري، فهمتني، تخبيتوا غادي، تخبينا غادي، فهمتني، مدة كبيرة. من بعد رجعنا لتونس وخديفة الحرب، فهمتني. كيفاش أثرت فيك الحرب؟ حرب أثر فيها برشا، معناها في الليل القنابل الطيارات، فهمتني، احنا حضرنا، فهمتني، على القنابل في تونس، فهمتني، في على الانقار حضرنا على القنابل، فحضرنا في سيرتنا الجزيرة اللي تو مسمينا الخربة، حضرنا على القنابل، فهمتني، ولا في عدة بقايا في وسط العاصمة، فهمتني، واللي هذا كانت معناها أمور متاع رعب، وأمور متاع فجعة، وأمور متاع خوف، وأمور متاع هذاك. علاش معنا ضرينا باش نهربوا من العاصمة، كان وقتها عندنا معناها كاروسة وحصان واحد الكل، فهمتني، ولا كان الوالد عنده كاروسة وحصان، وهربنا في الكاروسة هذيك الكل من بقعة لبقعة، فهمتني، ولا وحنا نلوجوا، فهمتني، على البقايا اللي هي معناها آمنة باش نبعدوا معناها من الخطر نتاع الحرب. باش يمشي بيك الحادثة أخرى وأنت تقرأ، وبدأت المظاهرات وغيره وكل شيء، وتم معناها احتجازكم من العسكر الفرنساوي. أيوة. البوليس الفرنساوي. احنا روحنا من عام 45 لعام 48، بدينا الابتدائي في الجزائر، في 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 عين البيضه، في شيرة قسنطينة، في العاصمه، في الدائره نتاع قسنطينة. روحنا عام 48 انا والدكتور مستخويا توا، فهمتني، ولا الكل مازال، الصغيرات الاخرين مازال ما جاوش، فهمتني، ولا الوالد، احنا ما شاء الله 10، فهمتني، ولا بارك الله، سته اولاد واربعه بنات، فهمتني. انا ومستخويا استلحقنا بتونس، ولاد عمنا هنا في تونس، ودخلنا معناها الابتدائي باش كملنا معناها العام الاخراني واللي قبله في الابتدائي. حضرنا حضرت الشهاده والسيزيام عام 50، ودخلت العلوية عام 50. حضرتهم للزوز فرد وقت، حضرتهم للزوز مع بعضهم. شو الفرق بين الشهادة والسيزيام؟ والله الشهادة في الوقت هذاك ما زالت الشهادة عندها معناها اعتبار كبير، على خاطر في الأجيال اللي قبلنا وقت فرنسا وقت الاستعمار كان اللي عنده شهادة ما يمشيش للجيش، ما نجمش الجيش، فهمتني، ولا يمنع من الجيش، فهمتني، ولهذا كانوا دائما وابدا. لكن انا حبيت نخوهم الاثنين مع بعضهم الخدمه، كل من فضل ربي نجحت فيهم الاثنين مع بعض عام 50. اخوك قرر يبعدهم على بعض. اخويا قرر يسبقني بعام باش يحضر السيزيان، فهمتني، حاب يربح، فهمتني، السيزيان، ولكن تلاقينا بعض مع بعضنا، خلطت عليه، فهمتني، ولا وصلنا مع بعضنا، فهمتني، ولا في العلوية حتى العام البكالوريا. الاحتجاز نتاعكم العسكر الفرنساوي دام ليله قداش؟ والله عام 58، عام 12 جانفي، فهمتني، ولا 18 جانفي 52، وقف الرئيس بورقيبه على المروح وحده الكل، وصارت مظاهرات كبيره، خرجنا مظاهره علويه وصدقيه. والجارد موبيل اللي توا باب نتاع تونس، فهمتني، كيما الباب نتاع تونس، فهمتني، ولا جاو خرجونا من الصدقية ومن العلوية، فهمتني، ولا بالرشان نتاع الماء وبالضرب وبالواحد الكل، فهمتني، باش خرجونا، فهمتني، ولا من لحقونا ومعنا خلاو البعض منا معنا تشدوا تحطوا في البانيا سلاد، يسمونه بانيا سلاد، فهمتني، نتاعهم، فهمتني، وهزونا المحمدية، القصر نتاع البي في المحمدية، مع نصف النهار ماضي ساعة، حتى نصف الليل ماضي ساعة، بحث وصحح الورقة، وانت ما عادش تعمل، فهمتني، مظاهرات التزام، وانت قلت شكون وبوك شكون وبوك شو يعمل، خذاو معنا المعلومات الكل لازمة، فهمتني، ولا كل واحد منا ورصدنا وروحنا على سقينا ماضي ساعة نصف الليل، فهمتني، ولا اللي في المرسى، اللي في تونس، اللي في رادس، من برشا بقايا من المحمدية، من المحمدية على سقينا، فهمتني، عند الكل. من عمدها، فهمتني، الحق نشط في الشبيبة الدستورية، بعد نشط في اتحاد الطلبة، نشط معناه في عدة جمعيات، فهمتني، عدة جمعيات انت شبابية. وديت المسيرة النضالية، وحماس كبير، وكنا مع بعضنا معنا شباب، وكنا معناها نحبوا بلادنا ونحبوا تونس معناها تستقل، ونحبوا كنا معناها متحمسين كل ما هو نضال وكل ما هو معناه نشاط معناه سياسي. أهم الشخصيات الوطنية اللي قابلتهم
في الفترة هذيك. في الفترة هذيك. الاجتماعات متاعكم السرية وغيره. والله كل ما يوقع اجتماع متاع كل الزعماء الكل كنت نحضر لهم. مشيت حضرت الرئيس بورقيبة برشا مرات. حضرت الزعيم صالح بن يوسف برشا مرات منهم متاع جامعة زيتون حضرت فيها. أنت حضر الكل. حضرت اجتماعات متاع عزوز الرباعي. حضرت اجتماعات متاع سيمون جسلين. أنت كنت نمشي كنت مغروم بالسياسة وكنت نمشي نحضر. فهمتني ولا الكل. حضرت للدفينة متاع سي منصف بي الباي منصف بي الله يرحمه ونعمه. فهمتني ولا كنت نحب النشاط السياسي ونحب النشاط كل ما هو معنى الوطن وكل ما هو معنى غرام وحب في الوطن حب في تونس. كونت لك هالشخصية هذية متاع النضال وحب تونس ومن بعد وصلت في القراية كنت متميز في القراية كنت متوسط متوسط مش من الأولانيين مش من الأخرانيين 13 14 15 فهمتني ولا كنت معناها بكل صراحة مانيش من لكن كنت نجح امتحاناتي الكل اللي عديتهم نجحت فيهم عملت عام في ليكول سوبيريور دو كوميرس مكتب التجارة العليا في تونس عملت عامين في المعهد الدراسات الاقتصادية وبالشهادة هذوك تحققت فهمتني في غرنوبل بالجامعة في غرنوبل فهمتني بالانستيتيو سوبيريور كوميرسيال وبالانستيتيو ديتيود سوبيريور بوليتيك. ومن الأول أنت جرب التجار والوالد تاجر وكان نحكي لك أنا الحكاية دي متاع التجارة أنا صغير في جربة عشت معناها بكل بساطة كدروني كبوسي كنت من الخيان اللي عايشين معنا سمر اللي معنا فهمتني ولا نمشيوا للعروسات في الليل كنت قلت لها لأمي ماذا بيك نحب نعمل كيما وخياني هذوما صحيباتي فهمتني وعاد الكل ونمشي معهم حاب نبيع الفول في العروسات فهمتني كنت نبيع الفول في العروسات جربتها في الليل بعت الفول في العروسات قرمش تحلى السهرية قرمش تحلى السهرية تحلى السهرية ولم هكا السردي المنقوب منه كم فهمتي كدس كبير ونروح به فهمتي واحد الكل في المحافل في المحافل وقت اللي يجيوا القلالة المنزل يبيعوا في الفخار نشري بيهم حاجات في متاع فخار حاجة روعة في التجارة من الصغرى تغرمت بها والدي تاجر جدي تاجر فهمتني ولا وانا تاجر كيف تولد تاجر ونقعد تاجر ولا يوم هذا تاجر ومن بعد انتقلت الى فرنسا انتقلت الى فرنسا غرنوبل في غرنوبل عملت الانستيتيو سوبيريور كوميرسيال وكعطيتك ديجا عندنا هنا ان شاء الله جدا نشوفوهم في الحلقه هذه اي لكن وصلت وصلت النشاط كنت مسؤول في الشعبة أمين مال حتى لو وليت أنا مسؤول في الشعبة متاع الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي كنت مسؤول في اتحاد الطلبة لجات كنت مسؤول في اتحاد الطلبة الزيتيديون دي فرانس في الميتويال زاد عندي مسؤولية في الميتويال وكنت باقي تاجر كنت معناها نبيع الاشتراكات للخروج في السبت والأحد اللي ويكند فهمتني ولا للسكي في الجبال نتاع شو تمشي تاخذ تسكر وتبيح نهار الخميس ونهار الجمعه اي نمشي للريستورون يونيفرسيتير ساعتين قبل ونقعد ساعه بعد ما يكمل الريستورون باش نبيع التذاكر وباش نهز زوز او ثلاثه فهمتني ولا حفلات بالتلامذه باش يعديوا الويكاند نتاعهم في السكي ويتعلموا فهمتني السكي غاديكا بالمونيتور نتاع سكي مي لا انت غران سكيور غران سكيور ديما تمشي معاهم وشويه بزنس فهمتني وشويه بزنس شويه فلوس فهمتني قاعدين نعيشوا في وضعيه عالميه ونظره للعرب وهالجيوبوليتيك وغيره في اوروبا تو في العالم الغربي نظره للتوانسه تبدلت مع مشاكل الحرقه وغيره احكي لنا كيفاش ينظروا للتوانسة في الفترة هذيك تونس ما زالت كي استقلت انت انتقلت لفرنسا كيفاش ينظروا للتوانسة والله وقتها احنا التوانسة نمشيو لفرنسا من غير حتى مشكل وقتها فماش لا فيزا لا غيره اي وكنا كانوا فما بعض من الشباب التوانسة اللي حابوا يخدموا كانوا يجيوا لغرنوبل ويجيوا لليون وكنا كاتحاد طلبة وكشعبة كنا نتلهاو بهم نمشيو للانقار في الليل مع العشرة ل 11 نتاع الليل ساعات نلقاو فهمتي الناس راقده غاديك شباب من تونس راقده غاديك نكلموا القنصل في اليوم ونتلهاو بهم نرعاوهم فهمتني انا وصلت حتى في الاتحاد في الشعبه وفي اتحاد الطلبه
اقترحت على الأخيان وبدينا فيه كل نهار سبت عشية. احنا عندنا مقر ونجتمعوا باش نقريوا الأخيان هذوك العمال اللي يجيوا باش يخدموا الفرنساوية خاطر ما كانوا مش يحسنوا الفرنساوية. وفما نشاط احتفلنا مع عام 60 بعيد الاستقلال بتاع 20 مارس. وكان عندنا سي صلاح الدين قادور تاجر في الصناعات التقليدية في غرنوبل. عطانا جبايب كبابس عطانا كل ما يلزم لبسوا لبس تقليدي. أيوة. وعندنا خيان من القروان وعندنا خيان من صفاقس يحفظوا الملوف بالكدا ويعزفوا على الآلات بالكدا. عملنا معناها سهرية معتبرة 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 ياسر كانت فهمتي حتى المجاريد لاحظت عليها فهمتي ولا كانت معناها فريمون معناها نجاح تام كامل فيها وشهرنا بلادنا بيان سور رجال القنصل مليون وجات معناها كانت حفلة معناها قائمة كنا معناها نشطين من جميع النواحي. ما قعدتش في فرنسا علاش؟ ما قعدتش كملت وقتي كملت عام 62 كنت دائما وابدا في برنامجي ماذا بيا لو كان نجم نتحقق في الولايات المتحده باش نعمل بزنس سكول. كنت حاب فهمتي نتحسن في حكايه البزنس وفي حكايه الواحد الكل وساعدني الحظ وقتها وقت رئيس بورقيبه رئيس كينيدي اعطى كل ما هي فهمتني ولا بورس للتوانسة فهمتني ما يقرب على 400 بورس وقت للتوانسة ومشيت برشا شباب من جميع من الاقتصاد من 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 الفلاحة من الهندسة من في عدة ميادين فهمتني تقدمت الملف متاعي تقبل وعديت معناها امتحان كتابي وامتحان شفوي. 87 كنت مترشحين 87 ما يقرب من ناجحين لكن قعدنا كان 28 واحد في الاقتصاد. معناها انت عام 62 تحلم بامريكا؟ عام 62 نحلم باش نمشي نعمل بزنس سكول في امريكا ونحسن الانجليزيه نتاعي ونشوف هل الانفورماتيك جديده وهل السيستم جديد وهل الماركتينغ جديد والحكايات الكل عده حاجات اللي قريناهم احنا فهمتني ولا في الدروس نعرفوا اللي في امريكا في متقدمه على برشا في اوروبا على برشا بلدان في اوروبا وحبيت نزيد نواصل فهمتني ولا باش نتحسن في الميدان هذا في الماركتينغ في الانفورماتيك فهمتني وسورتو في الاكثر عملت معنا الاكسبرتيز كونتابل الكنترول جيستيون والماركتينغ عملت ثلاثة في ست شهور مع الاستاج اللي لازمين معنا التربصات اللي لازمه والكل فهمتني هذو الكل ونجحت فيهم بفضل ربي فهمتني. روحت عام 62 التحقت بالغرفه انا وقتي كنت نقرا في فرنسا ايفون شوتار رئيس الغرفه الفتيه في فرنسا وقتها وحده الكل وعندي معلومات على الغرفه وبدات الغرفه تنشط في فرنسا فهمتني هذو الكل. وقت اللي روحت أنا لتونس عام 62 كانت العام تاع الغرفة 62 63 كانت من جوان لجوان. علاش أنا عام اللي تحقت فيه عام 62 63 للغرفة الفتية في تونس. أن نقترح عليك كذية حكاية الرحلة مع الغرفة ورحلة أمريكا واللي تعلمته في أمريكا نشوفه مع بعضنا في فقرتنا الثانية رحلة كفاح. عاود نذكر اللي احنا في ضيافة الشيخ الحبيب الدغري بعد تكتشفوا حاجة حلوة برشا شنية مسيرته شنية علاقته بالغرفة الفتية العالمية. هنرجعين